دراسة مشروع الجسر من قبل قطاع الوقاية بالإدارة العامة للأطفاء، وتم وضع جميع اشتراطات معايير الأمن والسلامة في هذا الجسر، وأقدر أؤكد أنه وضع على أعلى وأحدث المعايير اللي موجودة في جميع في جسور العالم، ويعملون الأخوان منفذين المشروع وزارة الأشغال العامة مع الإدارة العامة للإطفاء في تطبيق معايير الأمن والسلامة في هذا الجسر. يوجد مكافآت ممتازة تصرف لرجال الإطفاء حسب المعايير اللي تنطبق عليهم هذه المعايير الكفاءة، ونأمل في المستقبل إن شاء الله مع تطوير قانون الإطفاء أن يتم الاستفادة ومساواة رجال الإطفاء بإخوانهم العسكريين في الجهات العسكرية الأخرى.